ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ربنا بيعدد نعمه على عباده، وبالمناسبة سورة النحل ليها اسم تاني، حد يعرفه؟ سورة النعم، لأن ربنا عدد فيها كثير من النعم على عباده. من هذه النعم اللي احنا نستطيع أن نستفيد من ثمرات النخيل. إيه الثمرة اللي بناخدها من النخيل؟ البلح والأعناب. الأعناب اللي هي الإيه؟ العنب. يبقى ربنا عز وجل من علينا بالبلح وبالعنب. البلح والعنب بنستفيد منهم، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يعني ايه سكرا؟ نراها كتير بس ما تتخذون منه سكرا. مين يقول لي يعني ايه سكرا؟ خمرا، صح، وده رأي جمهور المفسرين وده الصحيح. ازاي بنتاخده خمر؟ العنب ينفع نعمله خمر؟ الخمر اللي هو الخمر ينفع، والبلح ينفع يتعمل منه خمر؟ نعم، يبقى ممكن نستخدم البلح والعنب في صنع الخمر. ورزقا حسنا، وممكن بعيد عن الخمر نستفيد من البلح نعمله تمر بتاع رمضان ده، ممكن نستفيد منه ناكله زي ما هو رطب. كذلك العنب ممكن ناكله كما هو عنب او نعمله زبيب. رزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، يتدبرون ويعقلون نعم الله، وأن الله الذي أنعم على عباده هو المستحق للعبادة. بس تعالى نقف عند كلمة سكرة، يعني ربنا امتن على عباده بالخمر؟ أيوة، لأن الخمر في الأول كانت إيه؟ كانت مباحة، كانت حلال، وجعل الله من جملة النعم الخمر في أول الأمر. كأن المعنى إيه؟ كأن المعنى يا إخواننا إن التقبيح والتحسين بالشرع والدين. القضية مش قضية إن الخمرة بس مضرة أو الحاجة دي غلط، القضية قضية إن ربنا حرم أو ربنا أباح. فلما ربنا أباح كانت الخمرة نعمة، ولما ربنا حرم بقت رجس من عمل الشيطان. مش بمفهومي ومفهومك ووجهة نظري، ولا، التشريع لله عز وجل هو الذي يقول هذا حرام وهذا حلال. وجهة نظري وقناعاتي تكون موافقة للشرع كمسلمين، لأن في منهج أنا ماشي على هذا المنهج، ماليش آرائي الخاصة أو نظرياتي الخاصة بعيدة عن الدين. الحاجات اللي ما فيهاش قول حاسم في الدين خلاص أنا باخد أي رأي، مش مشكلة، مش هنختلف. إنما أمور محسومة من الدين لازم تكون تابع لهذا الدين في ذلك. يعني مثلا عشان نقرب الصورة، حاجة زي الشذوذ، اللواط أو السحاق أو الكلام ده، ده ليه وحش يا عم سعفان؟ الحاجات دي وحشة ليه؟ عشان حرام بس، مش عشان إيه القرف ده؟ طب ما القرف ده بالنسبة لك ممتع لناس آخرين. أصل ما ينفعش، أصل لا، دي كلها أمور ممكن نختلف فيها للصبح، ومش رأيك هو الأرجح من رأي غيرك، هو ممكن يكون رأيه أصوب وممكن أنت رأيك أصوب. إنما احنا نستقبح هذا العمل لأن الله حرمه، مش قضية أصل ما ينفع. ما دام ربنا حرمه بقى حرام، وما دام ربنا أباح شيء معين بقى مباح. ما ينفعش اللي أنا أقول لا الشيء ده مش حلو. ليه الحجاب فرض؟ لان ربنا فرضه خلاص. مش شكلك اجمل بالحجاب وبص، لا يا بنتي ربنا فرض عليك الحجاب، شكلك احلى مش احلى، ده فرض ربنا. وعشان كده ربنا لما المشركين قالوا انما البيع مثل الربا، طب عادي، ما انا ببيع بشتري السلعه ب 100 ببيعها ب 120، برضه لما بسلفك 100 باخد 120. ربنا ما جعلش يذكر الحكمه والفرق. ربنا قال ايه؟ وحرم الله وأباح الله البيع وحرم الربا.
خلاص ربنا قال ده حلال وده حرام. بعض الناس مثلا بيستغرب في حكم من الأحكام اللي مش معروفة عند كتير من الناس، لما تيجي تشتري الذهب أو تبيع الذهب ما ينفعش تبدل ذهب قديم بجديد وتدفع الفرق، لازم الأول تقبض المال، معك ذهب قديم أهو تبيعه وبعد كده تشتري بالمال ده الذهب الجديد بالسعر اللي هو يقول لك عليه. تقول لي ما هي هي، لا ربنا حرم دي وأباح دي. ما تقولش أنا مش مقتنع، لأن حق التشريع بتاع ربنا وده ملكه وكونه يحكم فيه بما شاء. يبقى إن الحكم إلا لله، حتى ربنا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هو مين اللي يحكم ومين اللي يشرع؟ ربنا بس. فنستفيد جدا من الآية العظيمة دي إن يا أخواننا قناعتنا وأراءنا تكون دايما موافقة للشرع، ولا ننتظر الحكمة مع يقيننا أن هناك حكمة من وراء كل شيء ربنا بيشرعه، لكن لا ننتظر الحكمة حتى نعمل، بل إننا نسلم أمرنا لله عز وجل. ما دام حرم الشيء أو أباح الشيء أو أباح الشيء فنحن نسلم أمرنا لحكمه تبارك وتعالى. فالخمر كانت مما امتن الله به على عباده ثم حرمها الله بعد ذلك. يبقى التحريم بقى جه بعد كده ازاي؟ يبقى اول درجة الإباحة المطلقة، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الدرجة الثانية كانت ايه؟ الإشارة الى بعض مفاسد الخمر دون الجزم بالتحريم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فبعض الصحابة فهموا من الآية ما دام فيها إثم يبقى نتركها، وبعض الصحابة قالوا ما دام فيها منافع يبقى نشربها. لسه الإيه؟ الإشارة بقى كانت الدرجة الثانية الإشارة. الدرجة الثالثة التحريم الواضح ولكن في الصلاة فحسب. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طب بره الصلاة ينفع، لأن الآية قالت الصلاة بس. رابع درجة التحريم المطلق في الصلاة الجازم في الصلاة وغير الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أربع كلمات تفيد النهي القاطع، فهي رجس وهي من عمل الشيطان، وربنا ما قالش حرام، قال فاجتنبوه. عارف كلمة فاجتنبوه يعني كونوا في جانب والخمر في جانب، وده أبلغ في النهي. وعلق الفلاح على ترك الخمر، قال لعلكم تفلحون. فده جزم واضح، خلاص بقى كل الصحابة علموا وعرفوا ان الخمر قد ايه؟ قد حرمت. ودي برضو اشارة ان النفوس لازم تهيأ، لان ده كان زي المية كده عندهم حاجة اساسية. لو جاء النهي قطعيا في بادئ الأمر لربما شق عليهم ذلك، لكن رحمة من الله بعبادي أن جعل هذا الحكم مدرجا حتى استطاعوا أن يتركوه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.